جيم. اتفضل حضرتك، خوف التبريئه دي. السؤال انا بفكر فيه اكتر من انت بتقوله. اه والله، بس هو الاجابه اللي خضها، بس هي كلها اجابات كده يعني. مش بالضروره، مش بالضروره يعني. انا قلت لك تاريخ ميلادك وقلت لك اسمك، ده ما كانش فيهم اي حاجه خالص، الباقي كله كده. طيب شو استريح لك اجرب جيم. اه بص بص، انا منكرش ان ليه اسنان وانياب كمان، بس والله ما بيعضش. بص انا منكرش ان ليه اسنان وانياب كمان، بس هو والله ما بيعضش. هنفضل ماضينا. حجاج ليه اسنان، يعني حجاج ليه اسنان وانياب. انا بقول انا منكرش ان ليه اسنان وانياب، بس والله ما بيعضش. بس ما هو اهو. طب وانت ما بتعضش؟ انا ما بعضش. ما عضتش حد قبل كده حجاج خالص، حتى وانت صغير؟ وانا صغير ما افتكرش، لو قالوا لي ممكن اصدق. لا بس ده وضع طبيعي يعني، وانت صغير اكيد مثلا بتتخانق مع حد. مره عضيت كلب. عضيت كلب؟ عضيت كلب. لا يا راجل، من غزي من الخوف منه. اه عضيته. كان صغير بس مش والكلب كبير. خد 21 حقنه. ما لما بدأت قبل ما يتكلم. جيم انت اللي عضيت الكلب. ايوه. كان نوعه ايه طيب؟ وولف. 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 انا فاكرك عضيت كلب بلدي ولا حاجه يعني. خفت لما خفت العيادين. انا ما عارف، دايما عند الصحفيين يقول لك ايه الخبر، مش ان في واحد كلب عضه، لكن الخبر ان واحد هو اللي عض الكلب. اللي هي الغريبه كده، دي فرصه لجميع الصحفيين ان هم يكتبوا ان حجاج عض الكلب. لا مش للنشر دلوقتي، ده بيني وبينك. طب عضيته ليه؟ عشان كنت خايف منه. انت عايز بكره الشارع الكلاب كلها تجري. وممكن بقى ايه واحد لا ممكن واحد يقول الواحد ايه حجاج عبد العظيم انه ده اللي عض الكلب. اللي عض الكلب يا عم في ايه. طب انت عضيته ليه؟ كنت خايف منه؟ خايف منه والله، بهزر معاك كده. رحت عضه في ودنه، لقيته قلت بس انا عضيت الكلب. عضيته في ودنه. في ودنه صغير كده. اما طبعا صغير. لو كبير كان سابك طبعا.